السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته ورضوانه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به تعالى ونستغفره ونثني عليه الخير كله. اللهم إنا نشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد امتدح نبيين من أنبيائه بصفتين تعمان كل نبي، وكذلك كل رسول، فالنبي أعم من الرسول، فكل رسول نبي. هاتان الصفتان هما صفة البصيرة وصفة ما ينبغي إذا ما أبصر المرء الحق أن يضيع. قال الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي أرباب
القوة والعزم في عبادة الله وإمضاء حكمه، والأبصار أي أولو البصائر التي تنظر إلى مآلات الأفعال فيسحب نظرها حجب الغيب ويمزقه. والمرء إذا ما أبصر الحق وجب عليه أن يكون متبعاً له مذعناً ولا يكتفى بمجرد أن يصدقه. فالمشركون كما لا يغيب عن شريف علم السامعين وبإقرار الله رب العالمين على حالهم ما كانوا يكذبون نبيه. قال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، ما يتكلمون به في شأنك يا محمد. ثم قال: فإنهم لا يكذبونك. دام أنهم لا يكذبونه فإنهم ولا مثنوية، فإنهم بلا مثنوية يصدقون. هل تصديقهم كان نافعا لهم؟ فإنهم لا يكذبونك. ومع ذلك قال الله: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لأن تصديقا لا يتأتى معه إذعان ليس بتصديق. فالتصديق ليس مجرد أن تصدقه صلى الله عليه وآله وسلم، إنما التصديق أن تذعن لما صدقته فيه. تقدموا يا إخوان، وأنا اليوم أتكلم عن البصيرة وعن إمضاء الفعل، أضرب مثلا من أمثال العرب. العرب تقول في حق قاض لا يحزن خصما ولا يرفع نزاعا ولا يحل إشكالا: رجل قضى قضاء أبي حسل. وأبو حسل كنية للضبط، ويرون في ذلك قصة طريفة ذكرت بها كتب الآداب فاسمعها أيما سماع وتأمل في مراميها فإنها لب حديثنا اليوم. يرون أن أرنبا وقعت في يدها ثمرة فاكهة شهية فهمت بأكلها، فأتى ديك فأخذها منه فتلاطما وتضاربا، فقالت الأرنب: لا بد وأن نختصم إلى حكم، لنذهب إلى قاضي. فأخذت الديك وذهبا إلى جحر الضب المكنى بأبي حسن، فجعلا يقولان: أبا حسن أبا حسن، يناديان أبا حسن. فخرج إليهم وقال سميعا: دعوتما؟ فقالت الأرنب: جئناك لتحكم بيننا. قال الضب: في بيته يؤتى الحكم. ثم قالت: إنه وقعت في يدي، الأرنب تتكلم الآن، إنه وقعت في يدي ثمرة قال حلوة فكليها. قالت: فأتى هذا فأخذها. قال: والله ما يبغي إلا الخير. قالت الأرنب: فلطمته. قال: أخذت بحقك. قالت: فلطمني، أي الديك. قال: حر انتصر. قالت: أن يقضي بيننا. قال: قد قضيت. رجل لا يخطئ أحدا وليس حاسما في أي موقف، هذا شبيه بأبي حسن، لا يحسن ينجو بنفسه ولا يحسن ينجو بغيره لأنه لا بصر له. كم من الناس اليوم حسليون أو على مذهب أبي حسن؟ البصر والبصيرة أمر قد يقع لكافر يعمل عقله وينصف نفسه من نفسه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه أخبره. تقدموا يا إخواني، بعض إخوانكم وقوف، لا تكسلوا يرضى الله عنكم، تحركوا.
أن أبا سفيان أخبره أن هرقل دعاه وهم تجار بالشام في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي هذا في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان وكفار قريش، فدعاه فأتوه بمجلسه في إلياء، وجلس هرقل وحوله عظماء الروم، ثم قال يخاطب الحضور: هل فيكم رجل يقرب نسبه منه؟ هل فيكم أحد قريب النسب من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكان ذلك يوم كان أبو سفيان مشركا، فقال أبو سفيان: فقلت أنا، أي أنا أقربهم نسبا منه. قال هرقل لترجمانه أو لترجمانه: أن قدموه واجعلوا أصحابه عند ظهره. وقال للترجمان: أن قل لهم إذا ما كذب علي ليخبروني. يعني إن كذب أبو سفيان عن الأسئلة أو في جواب الأسئلة التي أسألها قاطعوه يا معشر القرشيين. ولم يكن أبو سفيان وحده، كان معه عدد من القرشيين وكانوا في تجارة. فبدأ هرقل يسأل أسئلة منطقية مدققة يهتدي من ورائها إلى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يقول هرقل: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. فقال: هل قال أحد هذا القول قبله؟ يعني هل ظهر في الجزيرة العربية قبله من يقول أنا نبي مرسل من الله؟ قال أبو سفيان: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: أيتبعه أشراف الناس أم أرادلهم؟ قال: بل أرادلهم، أو قال: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: أو يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. أسئلة كاشفة عن الحال. وفي رواية أن أبا سفيان يقول في شأن هذا الرومي: فوالله ما رأيت أدهى من هذا الأقلف. الأقلف يعني غير المقتول، ده كافر وله بصيرة سيهتدي من ورائها إلى حق محض. وانظر كيف حلل أبو سفيان هذه الأجوبة وكيف اهتدى من ورائها إلى أن محمد رسول الله. قال: سألتك هل هو فيكم ذو نسب؟ فقلت: إنه فينا ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت: الله، فلو كان من آبائه من ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقلت: أن تبعه ضعفاؤهم وكذلك أتباع الأنبياء. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. قال هرقل: فإن كان ما تقول فإن هذا الرجل سيملك ما تحت قدمي، وإنه زمن نبي الختان قد أهل. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل رسالة إلى هرقل وكتب فيها من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وبعد: أسلم تسلم، وإن أسلم تسلم، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين من قومه من النصارى. وأتى أبو سفيان
وكان في تجارة في الشام، فأراد هرقل أن يفهم ما دعوة هذا الرجل، هل هو نبي صادق أم لا؟ فسأل هذه الأسئلة الدالة على بصيرة يصل بها إلى مقصود. الأمة اليوم تحتاج إلى بصيرة قبل كل شيء لتفهم، فإذا ما فهمت تحركت تحركا صحيحا في الاتجاه الذي يحقق الهدف. ولا ينبغي أن يفرض علينا خيار من الخيارات الموجودة، لا يتأتى أن أختار بين داعش وبين الحشد، بل يكون لي خيار ثالث. لست مجبرا أن أكون مع طاغوت مجرم يقتل شعبه، وبين أن أكون مع قاتل يرفع راية الإسلام ويقتل باسم دين الله. لا بد أن أختار خيارا ثالثا، لا هذا الخيار يرضيني ولا ذاك. لكن كثيرا من الناس لا يريدون الحس ولا يريدون أن يكونوا صادقين مع أنفسهم. الضرر إنما أتى لما أن وجدت الأمة نفسها محصورة بين خيارين كلاهما مر علق، الاتجاه شمالا أو الاتجاه ذات الشمال بلاء مبين، والاتجاه ذات اليمين بلاء مبين. فوجب على أصحاب العقول أن يفهموا أن القضية الآن تبدأ من وعي ونظر. وأنا ما تحدثت قط في سياسات ولا قط فيها، وإن أتحدث عن أمر له علقة ببلدي. منذ يومين أعدم في مصر 9 من الشباب بدعوى أنهم تورطوا في قتل النائب العام المصري. أنا لا أتكلم إلا في شيء واحد فقط، أننا نعلم أن الاعترافات إنما تنزع تحت قهر، وباتفاق العلماء من المذاهب الأربعة أن الإقرار تحت كره وتحت إكراه لا يعتد به. في مثل هذه الصورة لا ينبغي أن يكون خيار العالم إما أن أقف مع ظالم أو أن أقف مع تيار يحمل سلاحا. أن اعتذر واجهر بقول الحق وكن ذا بصيرة، لا تكن مائلا حيث أمالتك الريح. البصيرة تحدد المفاهيم، فالعالم كذلك لا يداهن سلطانا ولا يداهن عاما. وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقها أو أن يقول بحق. لا تنافق، قل الحق وإن كنت وحدك إذا ما كان ذلك اعتقادك. النفاق الذي يعتري القلوب حتى والمرء بين نفسه لا يهتدي لشيء. يبدأ يجرب النفاق على نفسه أنه لا يجرب الحق حتى يكون النفاق له سجية فلا يستطيع أن يحسم شيئا في شيء. كن حاسما، إن لم تستطع أن تهتدي إلى حق فسل وافتش، فإنك إن قبضت وأنت باحث عن حق مغفور لك مكفر عنك. وفي صحيح الإمام مسلم وهو كذلك في البخاري واللفظ لمسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط عدا التوحيد كما جاء في بعض الروايات، قال لأولاده وقد أسرف على نفسه: فعل من الذنوب ما لا طاقة لأحد بفعله. قال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب، كنت أبا بارا بنا رحيما عطوفا شفوقا. قال: فإن أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوما عاصفا فذروني الريح. فوالله، تأمل، قال هذا الرجل: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين، ما عذبه أحدا من العالمين. هذا الرجل يقول: لو قدر الله عز وجل علي، وظاهر العبارة كأنما يتشكك في قدرة الله عز وجل.
لجمعه. إزاي يعني؟ هو معنى أنك حرقت نفسك ثم صرت ترابا ثم أتت ريح عاصف ثم ذروك للريح أو ذروها ثم تركوك للريح، معنى ذلك أن الله لا يقدر على أن يجمعك؟ فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ظاهر هذه اللفظة أن هذا الرجل ينكر قدرة الله رب العالمين. فلما أن فعل ما فعل قال الله للأرض أن أدي ما أخذت، فوقف مجموعا أمام الرب تعالى فقال الله له: أي عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك أو قال مخافتك. فغفر له فأدخله الجنة. هذا العبد الذي كان ظاهر لفظه إنكار قدرة ربه عذره ربه بجهله وغفر له. أين هذا من الذين يعبثون بعقائد الناس فيكفرونه لأدنى علة مع جهلهم؟ واستمع إلى هذه اللفظة التي ذكرها الإمام الخطابي رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري. قال: فإنكار، قال قائل: هذا رجل أنكر قدرة الله على البعث والإعادة، كيف يغفر له؟ قال الخطابي: ما أنكر إنما جهل. ففرق العلماء بين مقام الإنكار مع الكبر وبين الجهالة، فعذروا بالثاني ولم يعذروا بالأول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله، وبعد. أيها الإخوة الكرام، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أصحاب بصيرة، وكانوا كذلك أولو قوة. ما شغلهم جهادهم ولا التقاء صفوفهم بأعداء الله رب العالمين عن أن يبينوا الحق. وهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أول من نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بيته لما أن هاجر إلى المدينة المشرفة المنورة. أبو أيوب كان مرابطاً على ثغر بغية فتح القسطنطينية، حتى إن قبره معروف هناك يزار. وقف يوماً مجاهداً بنفسه وماله ومعه جند المسلمين وقد اصطف أمامهم من الكافرين ما اصطف، كثيرون كثرة لمال الدهناء وحصى الصحراء. فقام رجل من المسلمين فحمل عليهم فألقى بنفسه بينهم، فجعل الناس يتصايحون: الله أكبر، قتل نفسه، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب يسير بين الصفوف ويصرخ: أيها الناس، أيها الناس، إنكم تفهمون هذه الآية بغير ما أنزلت له، إنما أنزلت فينا نحن. معاشر الأنصار، لما أن نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: قد أعز الله الإسلام، فلو قمنا نسفق في الأسواق نبيع ونشتري ونتجر كما كنا، والأنصار قوم تجار. فأنزل الله عز وجل قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالتهلكة ترك الجهاد، ذاك فهمه. والآن
ثمة تشويش وثمة إشكالات، لكن هناك قضايا للأمة من الوضوح لمكان مكين الأعمى يهتدي إليها، والسقيم الذي عنده حظ من صحة يعرف الحق فيها من الباطل. فلماذا لا يشغل الناس أنفسهم بمثل هذا، وأن ينظروا فيه نظرة متأمل عاقل حاسم؟ والله لن يتم لك عمل على وجه إلا بعلم على تمام فهم. ولذا قال الإمام البخاري مترجما في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. فتعلموا وسلوا وافهموا وناقشوا وابحثوا وافتشوا وانظروا، فالأمر أمر دين. اللهم إنا نسألك ربنا وسيدنا ومولانا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبت أقدامنا. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ربنا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل شرعك الشريف ودينك المنيف أحب إلينا من المال والأهل والولد يا رب العالمين. اللهم اجعل حب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم شرعنا بشرعه وأقمنا على سنته واجعلنا من أهله وخاصته. اللهم إنا نسألك ألا تجعل العلم فينا كلالا، نسألك اللهم إلا ورثته لأهلينا وذرارينا والمسلمين، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.